مثل مرض مزمن يرافق صاحبه ولا علاج منه، يشتد تارة ويتراجع تارة أخرى، لكن المريض يعلم بأنه سيرافقه على مر الزمان. هذا هو حال أزمة الوقود في الموصل، ثاني كبريات مدن العراق التي تشتد عليها الأزمات بين الحين والآخر منذ عام 2003. الموصل الوحيدة هاي من الاحتلال لحد الآن، الموصل الوحيدة أزمة البنزين وأزمة بكل شيء. الوحيدة، أنا أفتر المحافظات كلها مع العراق، الموصل الوحيدة هاي أزمتها. ليش الموصل تحديدا اليوم؟ والله عاد ما نعرف السبب شنو، هم يعرفون السبب ليش الموصل الوحيدة هيك. فجأة ودون سابق إنذار اشتعل فتيل الأزمة وأغلقت المحطات، وتجمع الناس في طوابير، وقالت المشتقات النفطية بأن الحصة لم تعد تكفي، بررت موقفها ولكن لنفسها فقط. أما الناس لم يصدقوا ذلك وقالوا بأن أسبابا أخرى وراء هذه الأزمة. حبيبي والله الأزمة هي قبل شهر ما كان أكو أي أزمة، بس هسه شو الوضع تغير، ما تعرف شنو السالفة. نوبة يقول لك الحصة ما تكفي، نوبة الحصة متكومة وسيارات مكومة، أشو هسه اختلف الوضع. والله السبب هم يعرفون، مثل ما أنا أب أعرف شكو بداخل بيتي، هم نحن برقبتهم. أي مسؤول، أبويا السيد المحافظ قائد، نحن برقبتهم كافي، الشي شفناه ما هين. حاولنا لقاء مدير المشتقات النفطية لكن مكتبه تعذر عن ذلك لانشغاله ببعض الأمور، فعدنا إلى الشارع لنستمع من الناس عن أسباب الأزمة. فقال البسطاء أن 1,700,000 لتر تكفي نينوى، لكن التهريب إلى المحافظات الأخرى هو السبب. رأي أنه هذه نحن عمر كما تصير أزمة وقود أو أزمة بنزين بالشمال، نحن عدنا هذه الأزمة تصير هنا مع أزمة الوقود والبنزين. أخي العزيز والبنزين، خاصة البنزين خانات الأهلية تطلع بالتنكرات أخي العزيز، تنباع بالشمال تتهرب أخي العزيز، ما حد له شغل بيها. كلما اشتدت الأزمة وارتفعت أسعار الوقود في إقليم كردستان، تعود الأزمة إلى المحافظة، وتعود نينوى لتطلب المزيد من حكومة بغداد، وتزداد الحصة، ثم تمضي عدة أشهر ويعود مشهد الأزمة ليعيد نفسه. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.